حابة تحصلي على هالنوع من الخبز تابعي الفيديو للآخر وشوفي طريقة الشغل. خبز طري فيكي تعمليه بالبيت بطريقة كتير زاكية كتير سهلة. فيكي تعملي فيه ساندويش. خليكم معي لتشوفوا باقي الطريقة بهذا الفيديو. تابعوا الفيديو للآخر لحتى تشوفوا الطريقة كتير سهلة للخبز. خليكم معي. مساء الخير، كيفكم بنات؟ شو أخباركم؟ بدي أعمل معكم طريقة الخبز العربي بالبيت بطريقة سهلة ومكونات سهلة. أول شيء أنا عندي هون مقدار الطحين، تقريبا حطيت هون 4 أكواب، وعندي هون معلقتين صغار مع خميرة مع معلقة ونص صغيرة سكر، راح أضيفهم على الطحين. عندي معلقة من الخميرة من الملح، وعندي معلقة كبيرة من الحليب البودرة. حليب البودرة بتقدر تحطيه وبتقدر تستغني عنه، بحب أحطه بيعطيه طراوة بيعطيه طعم طيب، خاصة إذا بدك تخزنيه أنت بالتلاجة حتى وقت التحمير، وقت تحطيه على المقلاة وتحمريه بيعطيه تحميرة حلوة وبيخليه طري وقت أطول. بتقدر تستغني عنه ما في أي مشكلة. وعندي هون تقريبا معلقتين من زيت الزيتون، وعندي مقدار من المي. طبعا كمية المي بتختلف حسب نوع حسب نوع الطحين. راح احطهم كلهم وعلى عجانة لحتى تتكون عندي عجينة متماسكة. عجينتي هيك خلصت. اول سر بنراح العجينه ان تكون بهالقوام، ما تقطع. اذا كانت العجينه اول ما بترفعيها بتقطع معناته مش معجونه كويس ومقاديرها مش كويسه. هيك بتكون عجينتي خلصت. راح اتركها هلا واغلفها واتركها بمكان دافي تقريبا ساعة لربع لساعة لحتى يتضاعف حجمها وتكبر وتكون مرتاحة. بعدها حكمل الفيديو وبرجع لكم بس تخلص تتضاعف حجمها وترتاح. بعد تقريبا 40 دقيقة هيك عجينتي تضاعف حجمها. لو ضغطنا هيك حتكون مثل هيك، معناته عجنتنا كتير ارتاحت. هلأ حرش الكاونتر شوية من الطحين، هقطع العجينة لتقريبا كرات صغيرة حسب الحجم حسب حجم الرغيف اللي بدك تعمليه، سواء صغير كبير اللي انت بتحبيه. هقطعهم وحفرجيكم هلا بقية الطريقة. قطعت العجينة بهالشكل كرات، راح هلا اغطيهم بفوطة مطبخ نظيفة بهالشكل واتركهم تقريبا 7 دقائق ل10 دقائق لحتى يرتاحوا. هاي المرحلة كتير كمان تاني مرحلة هي سر نجاح الخبز، انك تتركيهم بعد التقطيع. راح اتركهم 7 دقائق ونبلش فيهم بس يرجعوا يرتاحوا. بعد ما رجعت ريحت العجينة كمان تقريبا 7 دقائق راح افردها بهالطريقة، وبالشوبك راح افردها. كل ما تكون العجينة مرتاحة اكتر بتكون سهلة عليك تفرديها بالشوبك، ما بترجع. هلا راح اعملها رغيف دائري حسب ما انت بدك الحجم، حسب ما انت بدك السمك. في ناس بيحبوا الخبز يكون سميك، في ناس بيحبوا يكون كتير رقيق. انا رح اعمل اليوم وسط تقريبا 1 سنتي. بهالشكل هلا
الخطوة الثالثة المهمة كتير بنجاح الخبز، وانه تحطيه بس تحطيه بالمقلاة ينفخ معاكي، انك بعد ما ترقيه هيك لازم تتركيه كمان 7 دقائق. هاي الطريقة اذا انتي ما خليتيه يرتاح بعد ما رقتيه ما رح ينفخ معاكي وما رح يستوي، رح يطلع ملزق ببعض وبالتالي من جوا ما رح يستوي. اذا انتي بدك اياه ينفخ معاكي ويكون كتير حلو وكتير طري لازم تريحيه بعد ما ترقيه كمان 7 دقائق. هلا بعد ما رق العجينه مثل هيك رح اتركهم كمان 7 دقائق، وانا هون مجهزه مقلاي بهالشكل هاد. رح تكون مقلايتي حاميه، وبعديها رح افرجيكم كيف رح اخبزهم. هلا اخذت اول قطعه رقيتها، رح احطها على المقلاي. لازم تكوني متاكده انه مقلايتك كتير حاميه هالشكل. اول ما تحسيها من تحت تماسكت شوي بتقلبيها على الوجه الثاني. النار انا حطاها تقريبا هلا على 6، يعني اعلى من الحامي بشوي. قلبتها بس تماسكت على الوجه الاول، وهلا رح اتركها لحتى ينفخ عندي. كل ما نفخت العجينه كل ما نفخت الرغيف حيكون من جوا استوى. بلش ينفخ عندي الرغيف، ضغطه خفيفه بهالشكل لحتى يطلع، ادفع الهواء الأماكن الثانية. كل ما دفعنا الهواء ونفخ بهالشكل بيكون معناته من جوا استوى أكتر. ضغطة خفيفة مش كتير، أنا بدي إياه بس يدفع الهواء بهالشكل لحتى ينفخ كله ويصير معي بهاد الشكل. هلأ بقلبه. وبتركه لحتى ياخد لون حلو. وبعديها بشيله، ما بياخد دقايق تقريبا، ما بياخد وقت كتير. المنظر بتشهي، الريحة بتشهي، ما في احلى طبعا من ريحة الخبز بالبيت. بحمره كتير منيح.